أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الإسلام والحياة الذي يستضيف جملة من المشايخ والعلماء الأفاضل ليجيب فيه عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. ضيفي في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو عجيلة، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية. أرحب بك صاحب الفضيلة. مرحبا بك وبالمستمعين والمشاهدين وبالقناة وأهلها. أذكركم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام بإمكانية التواصل مع البرنامج لطرح أسئلتكم واستفتاءاتكم على الأرقام الآتية: 021-360-0101، 021-360-0102، 021-360-0103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر للبرنامج على قناة التناصح عبر تطبيق التليجرام، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 12687 أفقي على قمر النايلسات. شيخنا، أعيد الترحيب بك من جديد. ونحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن مسألة الدعاء وأهميته وفضله والدور الذي يضطلع به الدعاء في المعارك التي يخوضها المجاهدون، وتحدثتم أيضا شيخنا عن مسألة الاستغاثة والعلاقة بين الاستغاثة والدعاء وما بينهما من عموم وخصوص. شيخنا، لو تبين لنا في هذه الحلقة المدد الذي يمد الله به المؤمنين، حيث ذكر في الآية أن الله عز وجل يمدهم بالملائكة، لو تبين لنا طبيعة هذا المدد شيخنا. أحسنت وبارك الله فيك. أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقارب أو يقارب الزمن الأسبوع 20 في هذه الملحمة ما بين المجاهدين الذين عز الناصر إلا من الله سبحانه وتعالى، وتتابت عليهم الدول من أقطارها، وتحالف اليهود والنصارى عليهم، بل تحالف عليهم أهلهم وذووهم وكثير من أهل الإسلام. وقلنا إن الدعاء سلاح فتاك يملكه المسلمون دون سواهم. قبل أن أتابع الموضوع وأن أجيب على سؤالك بارك الله فيك أخي أسامة، يدور بخلدي أن أذكر بهذا القول. كنت كثيرا ما أقول للذين يتبجحون بأنهم على الكتاب والسنة وأن غيرهم في ضلال مبين وأنهم الفرقة الناجية وأنهم 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 مما نسمعه ليل نهار، قلت
والواقع اليوم يصدقني ويصدق من يقول بقولي. أو من يقول بهذا القول. الكتاب والسنة على ما يريد العرش. أسأل سؤالا عاما لجميع المسلمين، لمن يسمعني ويصله صوتي من هذه القناة المباركة، أسأل الله أن يحفظها وأن يمكن لها ويبارك في العاملين فيها جميعا. آمين. سؤال لعامة الناس، هل رأيت الكتاب والسنة؟ طبعا لا أتكلم على أصل الكتاب والسنة، الكتاب القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، هذا سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى لها على قدم. أقصد من يدعي ويقول أنا عن الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، وإن العبارة بروح أي فئة أشكالية من أصل، لأن فهم سلف الأمة إذا كان مما اتفق عليه السلف فهذا لا ينسب إلى أحد، ما اتفق عليه السلف لا ينسب لأحد، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا لي والله أنا أتبعه، لأن الأمة كلها تتبعه وعلى قول واحد فيه. أما ما اختلف فيه علماء السلف فهي المذاهب الآن، لا يعنيني هذا الآن، لكنني أسأل سؤالا فليتدبره الناس جميعا بكل المستويات، هل رأيت منذ أن خرج علينا هؤلاء يقولون نحن على الكتاب والسنة وفي هذا تعريض بالمذاهب كلها، هل رأيت لهم جهادا ضد أمريكا؟ تجول وتدبر وانظر، وإما أمريكا هم معها في كل الحروب، لا تجد لهم كلاما ولا جهادا بل ترى التثبيط، وتراهم دائما في عباءة أمريكا ثم اليهود، حتى في حرب حفتر في ليبيا 2019 زار مكانا معينا وأذن له واتصل به ترامب في عهده، اتصل شخصيا ترامب بحفتر، أين كان الكتاب والسنة؟ هناك هناك في أفغانستان، وما ذلك عنا ببعيد. لما قادت أمريكا الحرب ضد السوفييت خرجوا انفروا خفافا وثقالا، وهذا الجهاد وهذا، وهو جهاد لكن جهاد عند المسلم، نعم لكن هذا جهاد لأنه في عباءة أمريكا. ولما احتلت أمريكا أفغانستان أصبح الجهاد إرهابا، الجهاد ضد السوفييت جهاد وهو جهاد، ضد الأمريكان إرهاب، بالله عليكم بالله عليكم يا من في رأسه ذرة من عقل مسكى من عقل، أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تسمعون؟ إذا وقع القتال بين المسلمين وغيرهم
انظر إلى أمريكا وين؟ أو حتى بين المسلمين، انظر إلى أمريكا وين؟ وبإمكانك على طول تقول الكتاب والسنة مع هؤلاء، مع أمريكا. تحول كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى تأييد أمريكا. الجانب الذي فيه الأمريكان هو الجهاد وهو الحق، وغيره إما الباطل، وإما أن نبرر للحاكمين تقاعسهم وتخاذلهم واليوم بإذن الله تعالى سترون كيف الكتاب والسنة بدل أن يكون أمرا إيجابيا لجهاد طغاة الأرض يصبح الكتاب والسنة يعني يدعو إلى الانهزامية. سترون الآن تسمع المجاهدون لا قدرة لهم، الدول ضعيفة لا قدرة لهم، لا، معنا أقوى سلاح الكتاب والسنة، معهما أقوى سلاح. إن الله معنا، إن معي ربي، لا. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الكتاب والسنة يدعوان إلى القوة وإلى المنع وإلى الجهاد بما نستطيع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يتحول الآن الكتاب والسنة كل أولئك المنهزمين تسمع إليهم لا قدرة لنا، ليس عندنا قدرة لمواجهة أمريكا واليهود، ليس لنا قدرة، نحن لا نطلب منكم جهاد طلب أن تذهبوا، ذلك يحتاج إلى الآن نطلب منكم جهاد دفع ومعكم القوة. كيف الكتاب والسنة يدفع إلى الخوف وإلى الرعب؟ الكتاب والسنة يوقع الرعب في قلوب الأعداء، ورأيتموه اليوم جنود الاحتلال والكيان في أكبر ملأوا المصحات عند الكيان الصهيوني. اللي يمشي للقتال إما أن يموت وإما أن يعود فاقدا لعقله، تسمعون في الأخبار. صحيح. والثبات عند المجاهدين، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ففي خلاصة، أنت يا شاب، يا من ضحكوا عليك، يا من انظر، تقول لي أنا على الكتاب والسنة، ثم أراك دائما في عباءة أمريكا في قتال المسلمين وفي قتال غير المسلمين. لعل في قتال المسلمين ربما لبسوا عليك، لكن في قتال غير المسلمين هل يقبل عقلك التلبيس؟ هل يمرر عليك شبهة الدليل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي كل ما يمر بنا الآن من أحداث، والله تعالى يرسل هذه الأحداث كما قلنا من قبل ليميز الخبيث من الطيب. كنا نحتاج إلى مئات المحاضرات، الآن في شهرين، في 4 شهور اتضح الحق. أنا أتبع مشايخ، أتبع مشايخ وعلماء يتبجحون بأنهم على الحق وعلى الجادة وعلى الطريق وأنهم على الهدى، ولا يحكون رؤوسهم إلا بسنة، ولا ثم أراهم ترضى عليهم أمريكا ولا يغضبونها أبدا. حتى في حربي الآن، حربنا مع اليهود والأمريكان،
والأرض. لا تغضبوا عليهم أمريكا، بل الآن يعني الإذاعات في اليهود وفي الصحف تشكرهم. هذا هو الإسلام الانبطاحي، حاشاه الإسلام، لكن هكذا صوروه، الانبطاحي المهزوم، لا قدرة لا قدرة لا قدرة لا قدرة لا قدرة، تمشي ليوم القيامة لا قدرة. على رأيهم أراه كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في مكة ما طلعش منها ولا حرب. الصلاة والسلام. وين أمريكا؟ وينهم؟ وتتبعوا، الوقت ما يسمحش الآن بعرض كثير من المسائل، بعرض كثير من المسائل، لكن أقول هذا بمرارة. إذا أثق يا أخي، إن اخترت مذهبهم في الفقه فهو مذهب من المذاهب، ليس بالضرورة أن هذا هو الراجح في كل شيء، يرجح في شيء ويضعف في شيء، مذهب من المذاهب. أما في العقيدة، في أثر ثمرة العقيدة، وفي ما تدفع إليه العقيدة، وفي السياسة الشرعية، فابحث لك يا ولدي ويا أخي عن غير هؤلاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغاث، اللهم صل وسلم عليه، والاستغاثة واضحة كما بينا في اللقاء السابق، أنهم في حالة ضعف وقلة وقلة عتاد، وفي حالة موت، لا في حالة قدرة وقوة. لم يذكر الله تعالى الاستغاثة في غزوة حنين مثلا، إذ أعجبتكم كثرتكم، قلنا لا تذكر الاستغاثة إلا في أمر ضيق شديد، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر القرآن بعض إعانات النصر، إلى أن قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، انظروا يا إخواني إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة تنزل تثبيتا وطمأنينة للقلب بالنسبة للمجاهدين، وتكثيرا للسواد، وهذا يحدث رعبا في قلوب الكافرين، هذا محل اتفاق بين أهل التفسير وأهل الفقه. نزلت الملائكة مطمنة للقلوب ومكثرة للسواد وسببا في رعب أعداء المسلمين، هذا باتفاق. طيب، هل قاتلت الملائكة بالسيوف وقتلت أم أعانت على القتال؟ هل قاتلت؟ نعم قاتلت، يعني وباشرت القتال أم أعانت عليه؟ هذا محل اختلاف، وقع فيه الاختلاف. إذن نزلت طمأنينة للقلوب وتثبيتا وتكثيرا للسواد وسببا في رعب الأعداء باتفاق. هل باشرت القتال؟ الجمهور أنها باشرت الأكثر، هناك من قال لم تباشر وإنما أيدت وألقت الطمأنينة في القلوب وكثرت السواد، ويعني هل كانت مددا معنويا أم كانت مددا ماديا حسيا؟ نعم.
هذا فيه خلاف. هناك من قال قاتلت، وهناك نصوص يضيق المقام عن ذكرها الآن وربما نذكرها مستقبلا، وهناك من قال لا لم تقاتل، وقيل لم تقاتل الملائكة إذ ريشة منهم لقوم مهلكة. سنرجع إليه في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا فيه احتمال أن يكون خطابا للملائكة، وهنا معنى أن هذا قاتلت، وفيه احتمال أن يكون موجها للمؤمنين، موجها للمؤمنين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معه فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا واضح. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان، إن كان خطابا للملائكة معناها باشرت، وإن كان خطابا للمؤمنين فالقتال مباشرة بأيدي المؤمنين. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وذكر غيره أن الإمام السبكي من أئمة الشافعية الكبار سئل هذا السؤال فقال لم تقاتل، أو كان مع الرأي الذي يعني لم تقاتل فيه ولم ينسب إليه القتال. ليه؟ قال أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفضل لمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا الأمين ولأصحابه، وأن يكون المدد على طريقة المدد في الجيوش أنها تعين، المدد لا يكون مؤسسا يكون مؤكدا يعينهم، وجريا على عادة الله سبحانه وتعالى في الأسباب أيدهم بالملائكة، وأما مباشرة القتال فكانت للمؤمنين. وهناك من يقول قاتلت، والأمران قويان، والأمران قويان. طيب طيب، إذن نحن في عقيدتنا، في توحيدنا، في تمجيدنا لله رب العالمين جل في علاه، نحن أقوى قوة في الأرض على وجه الأرض. سبحان الله. نعم وبحمده. ربما نتكلم في لقاء آخر كيف، انظر أنت كيف جاء المدد. الشمس في بدر قاتلت مع المسلمين، النعاس النوم قاتل جند من جنود الله قاتل مع المسلمين. عجيب. يعني بتبسيط العبارة الآن ربما نفصله أكثر. ليلة القتال ألقى الله النعاس على قلوب على المؤمنين فناموا، إذا قام في الصباح قام مستريحا لأنه نام، ونزع النوم وأخاف الكافرين فباتوا شر ليلة. بالله عليك عندما يصبح ولم ينم كيف سيقاتل؟ صحيح. والغمام المطر نزل لتثبيت المؤمن. سننظر إلى جنود الله سبحانه وتعالى، لكننا اليوم نخف عند الملائكة. الملائكة لا ترى. طيب، لذلك هذا سلاح الفتاك، سلاح الملائكة، وهو معنا ومستمر معنا إلى قيام الساعة. لا تستطيع أمريكا ولا غيرها مهما علا كعبها ومهما تقدم اقتصادها وتضاعف أن تصنع سلاحا أن تقاوم الملائكة، ولا أن تصنع ما يقاوم الملائكة أبدا 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 إلى أن نلقى الله جل في علاه. إذن يا أيها المسلم، معك من سيقاتل معك لا يستطيعه أحد من البشر ما استقمت وصحت عقيدتك.
وصحت عقيدتك واطمأن قلبك بأن الله ناصر المؤمنين والموحدين المقاتلين في سبيله. سبحان الله، هذا أقول يجيب على حيرة أو يخرجنا من حيرة، يخرج شبابنا من حيرة. في سنة 67 يا أيها المستمعون ويا أيها المشاهدون، خمس دول من الدول المجاورة لفلسطين دخلت حربا مع اليهود بجيوشها وعدتها وعتادها. ما فعل الله بهم؟ هزموا شر هزيمة، بحروا فلسطين من اليهود. أخذ منهم اليهود ثلاثة أضعاف ما عند اليهود. يعني واحد بتطلع من هكتار واخذ منك، تضيف إليه ثلاث هكتارات ولا أكثر أخرات، تزيده ضاعت السيناء والضفة والجولان. وإذا كان نكبة ونكسة وسميها ما تسمي. وضحك منا اليهود بملء أشداقهم، ما هذا؟ ولم يستطيعوا أن يصمدوا أسبوعا، أقل من أسبوع. اليوم يقارب 20 أسبوع. سبحان الله، الحرب تقارب 20 أسبوع. نعم، في أناس محاصرين في أنفاق وفقهم الله إليها وبنوها بطريقة أدهشت العالم. هذا هي العقيدة مع قلة الإمكانيات، ولذلك أعجب والحصار. نعم، أعجبني ما يصرح به بعض أهل الخبرة في الجهاد، تأتي بهم الجزيرة وغيرها. شو يقول المحلل هذا؟ يقول هذا ما يحدث اليوم في غزة من كتائب القسام وغيرها شيء لا يقرأ في الكليات العسكرية ولا في الأكاديميات، وليس مما قرأناه ولا رأيناه ولا سمعنا به ولا دار بخواطرنا. شيء فوق فوق فوق. أكبر سلاح وأدهى سلاح وعند اليهود، ويأتيهم العالم أمريكا بريطانيا ألمانيا بما عندهم، ويقفون حائرين ما يقارب 20 أسبوع. صحيح. من لم يعرف أن للمسلمين ربا حقا من قبل يعرفه اليوم. قالوا هذا ما يقرأ في ما عندهم، لا يقرأ في الكليات العسكرية. فعلا. ولذلك وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أو إن الله عزيز حكيم. نعم. سأذكر قصة الآن. نعم. رويت في السير وفي مسند إمام أحمد، ونربطها بواقع الجهاد. أخرج الإمام أحمد وغيره وكثير من العلماء صححوا هذا الإسناد، أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لا أريد أن يكون خبرا، عمه به، أسر يوم بدر. هل جاء مكرها؟ هل جاء كان هذا كلام طويل، ما لا أريد أن أدخله الآن. قاتل مع الكافرين أو كان في صف الكافرين، وكان رجلا ضخما، وهكذا هم آل عبد المطلب. قيل في بعض كتب السيرة، قالوا إذا وقف رأسه، رأس العباس، يحاذي أذني حصانه. سبحان الله، ضخم. نعم، جاء يقوده أسيرا، يقود العباس،
رجل قصير جدا، مهناش، قزم، قزم في جثته، أما في الإيمان فهو عالي، اسمه أبو اليسر. يسمى أبا اليسر، اليسر مش اليسر، هكذا ضبط اليسر. جاب العباس مكتف موثق بالحبال وجاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا أسيري. في بعض الكتب ابن عباس قال يا أبتي كيف أسرك هذا وأنت تستطيع أن تدع تجعله في كفك؟ من ضخامة العباس وضخامة يده يمكن أن يضع أبا اليسر وين؟ في كفه. طب مش حقيقة، هذه مبالغة يعني. نعم في كفه. فيقول عباس ما أسرني هذا، هذا من ذي سري؟ وأبو اليسر يقول والله لقد أسرته يا رسول الله، دليل اللي كتفته وجبته. مسألة كلاهما صادق، كلاهما كيف ذلك صادق. فحل النبي صلى الله عليه وسلم اللغز، قال لي يا أبا اليسر أعانك عليه ملك. صح أنت كتفته وربطته وجبته وصلت عليه، لكن راه في ملك ما تشبحش فيه، هذا اللي أعانك كتفه معك شد لك يديه وانت غربت. أعانك عليه ملك، في رواية ملك كريم. كيف نسقطها الآن؟ نسقطها الآن. أغلى الدبابات بملايين، بملايين دولارات، يخرج عليها المجاهد ويوصل إليها القنبلة والله المصيبة اللي بفجرها بيده برجليه هكذا. يقول أهل الخبرة يا شيخ أسامة إن فرصة نجاحه لا تتعدى 1%. سبحان الله. لما يخرج المجاهد يريد، نعم سبحان الله وبحمده، بيدمر المركافة ولا غيرها في 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 قياس البشر. والخبرة العسكرية نجاحه 1%، يعني الدبابة مليئة بالعيون، عيون المراقبة، والسماء مليانة بعيون المراقبة بالطائرات وغيرها، يعني ومع هذا يخرج، والنسبة في نجاحه تكاد تكون 100%. صحيح. سبحان الله. كيف؟ كيف هذه تجيبك عليها يا أخ العقيدة والإيمان؟ لو دخلنا في حروب مع الكافرين لهزمناهم بعقيدة أن هناك من يغطي على هؤلاء. سو. هناك ملائكة وهناك جنود لله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يغطون على هؤلاء، فلا تكشفهم الاستطلاعات ولا أعين المراقبة ولا أعين المشاهدين، لا تبصرهم، فيذهب إليه ويفجرها، ومرات يقول له باي باي كما شاهدنا. صحيح. تقول كيف؟ اقرأ قصة أبي اليسر أعانك عليه ملك. ملك ما المانع أن يضلل عليه ملك فلا يرونه إلى أن يضع القنبلة في الدبابة أو ينفجرها؟ أهل الإسلام وأهل العقيدة إذا قويت عقيدتهم هكذا وعلموا أن المدد بالملائكة كان في عهد رسول الله، وسنذكر أنه كان في أحد وكان في حنين وكان في كثير من المناسبات، وليس هناك ما يمنع أن يكون إلى يوم القيامة، وجنود الله تعالى إلى آخر إلى آخر إلى قيام الساعة، لأن معنا في الحديث الصحيح الشجر والحجر ينادي يا مسلم ها تعالى هذا يهودي فاقتل. إذن سيستمر معنا الحجر، معنا الشجر، معنا الملائكة، معنا كل شيء. هذه أسلحة يفتقدها الأمريكان واليهود. صحيح. مهما عظموا مهما، هكذا دخل المجاهدون عليهم، هكذا أرهقوهم، لكن لما خلت قلوبنا من هذه العقيدة ومن هذه الإيمان وخفنا على العروش وعلى المناصب، العلماء على مناصبهم
والحكام على عروشهم. سمعت التخذيل؟ لا تسمع من أهل الكتاب والسنة؟ أنا لا أعرض بكتاب السنة، هذا 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 تاج رؤوسنا. كتاب السنة الآن هو الذي يقاتل اليهود. نعم هذا كتاب السنة. أما الكتاب والسنة اللي يخليك عابد للحاكم ويخليك تدس الأحاديث اللي ضد الحاكم وتطلع اللي معاه بس باي، ولا يخليك لا قدرة لك. لا شو قدرة؟ أنت معك كل شيء، معك كل شيء. نعم أوجب الله علينا الأخذ بالأسباب، لكن بما نستطيع، ما نستطيع، ثم بعد ذلك نتوكل على العزيز الحكيم ونستغيث الله سبحانه وتعالى وهو ناصرنا. والله العظيم يا إخواننا هذه دروس، أنا سرت المجال للأسئلة أنا وللنقاش، لكن دروس عظيمة عظيمة. كان الواحد منا أو كان من كان غير من الشيخ ربما إذا تحدث عنها لا تدخل قلوب الناس، وإذا دخلتها في أيام النبوة يقول يقال لك هذا وقت النبوة، فما لا هذا وقت وقتنا نحن. ولذلك ثقوا بالله سبحانه وتعالى أن اليهود الآن يتجرعون ذلة وهوانا وقتلا وخوفا ووجلا ورعبا ما شهد التاريخ له بمثيل، ولم يشهدوا مثله مع الجيوش التي خلت من العقيدة. نعم صدق هذا صحيح. ونسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا وأن ينصرهم وأن يكبت عدونا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصحح عقائدنا في ربنا سبحانه وتعالى حتى نلقاه على هذه العقيدة. تفضل الشيخ أسامة. آمين آمين يا رب. فتح الله عليكم شيخنا وأثابكم على ما تفضلتم به. نستأذنكم في أخذ بعض الاتصالات. معنا عبد الحكيم من طرابلس. نعم يا عبد الحكيم. السلام عليكم شيخ أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم، وربي يحفظكم ويحفظ كل شيوخنا وعلماء. وبارك الله في الدكتور الشيخ محمد باجلة على البرنامج الطيب هذا الشرح المفيد. بارك الله فيك يا عبد الحكيم. سلمك أخي. بالله عليك شيخ أسامة، نبي أنا يا ريتها هي يفصل فيها اللي هي النوروان تاع فلسطين، إن هم يمنوا عليهم الأجانب. أنا ما فهمتش الأمم المتحدة هل هي مسلمة أم كافرة؟ هذه الأولى. إن هم كفار، كيف في آية تقول على المسلمين أشداء على المسلمين رحماء على الكفار، انعكست الآية هذه، يا ريت يفصلنا فيها. فهمت يا شيخ أسامة؟ يعني كيف إن الأونروا منظمة تتبع الأمم المتحدة ومع ذلك تعطي إغاثات للشعب الفلسطيني؟ اكتب تقول ايه هذه الاولى اللي النروا توزع ميتها مش وقفوا عليهم وربك اضربهم في بعضهم وفي قراراتهم. والنقطة الثانية اللي هي سبحان الله المال المسلمين، أين هو مال المسلمين؟ الأمة المسلمة كلها في العالم شيخ أسامة اللي هي اللي نعرف هذا بتاع البقاع، هذا البترول لا غاز، هذا للبقاع يبدأ للفقراء. أنت مفروض الحج والعمرة هذا صندوق بروحه يمشي لي زي غزة توا في النحنة هذه، ومن قبل مفروض لعمار أو لصومال أو لسوريا متضررة أو لكارثة نتاع أخوتنا في 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 مراكش، حاجات زي هذه مفروض مال المسلمين، هذا صندوق بروحه. يا ريت يفصل فيه شيخنا الطيب. وحاجة ثانية اللي تو يتبجحوا ويقول لك هو سبحان الله مثل لقمة بجايع ولا بلوكة بجامع، لكن لو تجي تشوف شيخنا الفاضل شيخ أسامة، أنا المنطقة نسكن فيها تو ما يقارب عشرة مساجد، العشرة المساجد ما يقارب ممكن كيلومترات. فشوف المساجد وشوف سبحان الله الإغاثة والحاجات الأساسية اللي هي مفروض في الجهاد وحاجات زي هذه. فبارك الله فيكم وحفظ الله ليبيا وربي ينصركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا عبد الحكيم. معنا أبو القاسم من بدر. أهلا وسهلا بك يا أبو القاسم. طيب انقطع الاتصال. طيب ناخذ شيخنا أسئلة الأخ عبد الحكيم. ربما ضاق الوقت عن أخذ المزيد من الأسئلة، لعله إذا اتسع لنا الوقت نأخذ بعضها. الأخ عبد الحكيم شيخنا يسأل يقول توا منظمة الأونروا هذه منظمة إغاثية تعنى بمساعدة الفلسطينيين، قال كيف يعني هي منظمة تابعة للأمم المتحدة ومع ذلك يمنون على المسلمين ويساعدونهم؟ يعني
والله إن الإنسان لفي خجل. الله سبحانه وتعالى جعل هذه البلدان العربية المسلمة في هذا الذهب الأسود البترول، وبدل أن يكون نصرا للمسلمين كان وبالا عليهم، يقتتلون من أجله، وإذا وقع في أيدي الظلمة حاكم يشري سورة المخلص في زعم النصارى بنصف تريليون باي، وهو أمر يخدش حتى العقيدة، يخدش حتى العقيدة. وما ذاك سكت العلماء وإنفاق في الليالي وفي الليالي الحمراء. المنظمة هذه منظمة إغاثة، منظمة إغاثة، لأن هم الأمم المتحدة هذه لو ترجع إليها في الحقيقة هي كنيسة. هي كنيسة، دورها الأول المحافظة على الدول العظمى، على هيمنة الدول الخمس الكبرى على العالم، هذا الأول. والثاني تبشيرية، الثالث هي هكذا تعنى بالأماكن الفقيرة، بالأماكن كذا، وفيها تبشير وفيها تلميع لوجه الكسين كنيسة ووجه الكذا أنها يعني إنسانية تدفع المال والإنسانية هذا. وفي المقابل هي تؤيد قتل المسلمين، ديرفين زوج يعني، قتلهم وتبرر وتغض الطرف عن معاقبة من. لكن الآن أراد اليهود حصار الفلسطينيين معانا، فالآن يقولون إن لها تدخلا في الحرب. أنا لست ما عنديش معلومات كافية في المسألة حتى أتكلم فيها بما لا أعلم، لكن هكذا متنفس من ماذا هناك من متنفس؟ لأن احنا الآن تو في 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 وضع مخزن. صحيح. معبر رفح هذا معبر مصري فلسطيني، الآن تفرض عليه اليهود، يفرضون عليه حصارا وتدخلا. هل بقي الآن للقيادة المصرية من سيادة؟ أنت عندك معبر ما بينك وبين أخيك المسلم، ويتحكم فيه اليهود، ويهدد السيسي بسكرة إلى يوم يبعثون في زعمه. الآن هناك سؤال عقدي، فعلا سؤال عقدي، نقدمه لمفتي السعودية، لمفتي ليبيا، لمفتي تونس، لمفتي كل الدول، قدموه. ما حكم من يتسبب في قتل المسلمين؟ الآن لما أعداد مهولة، يقول لك الآن 9000 جريح ماتوا في رفح. سبحان الله. لم تسمح السلطات المصرية لهم بالدخول إلى مصر. ماذا تفعل؟ بدل أن تأتي الطائرات وتنزل وتقول لهم، تشوف الآن اليهودي بمجرد ما يروح تجي الطائرة وتقول في دول عربية ما تقاتلوش، ما تدفعوش المال، لكن تعال بطير وارفع جريح. لا، مصر خليهم يخشوا. لا، والمسألة الكبرى والمصيبة، ولذلك الآن لا أدري كيف، والله إن الإنسان لا يستحي حق الحياة، يقولك أنا على الكتاب والسنة. الآن لما ضيق على التجارة وعلى السفن اليهودية في باب المندب، فتحت الإمارات كما يقول الإعلام، فتحت الإمارات والبحرين مواريها حتى تأتي البضاعة إلى هناك، ثم تخرج في شاحنات عبر المملكة إلى مملكة الأردن إلى
فلسطين، يعني حلوا مشكلة اليهود ولم يحلوا مشكلة الفلسطينيين، يتسابقون إلى حل مشكلة اليهود، يتسابقون في حلها ويتسابقون في عقد أو في إكمال الحصار ودوام الحصار على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل هذا تقدمه إلى دور الإفتاء ومجالس البحوث؟ ماذا سيقولون؟ وقلت لي في حلقة سابقة الآن هذا ليس خبرا تقرأه في البداية والنهاية، هذا تشهده، يعني يمكن أن يكون من الأحاد والله من كذا وإلى آخره، وإلا هذا متواتر لأنك تراه رأي العين، تواتر ينتهي الخبر ينتهي للحس، للأسف خبر يكون منتهاها الحس، أنت تراه الآن، ترى ما يقع بإخواني، إذن هذا تواتر. ومع هذا انظر، يحلون مشكلة اليهود ولا يحلون مشكلة الفلسطينيين. الآن إن الله ناصرهم، فعلا ربي أنزل عليهم وسينزل. لا إخواننا، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وحتى ما يأتي من الأنوة أو الآن يضيق عليه اليهود، وبعض رجالات الأنوة والأسماء هذه يعني يدافع، هناك من طبيعة الإنسانية وهناك بأهداف، المهم أن يستسل الغوث إلى إخواننا ألا يموتوا. نعم. ومع هذا يعني والله العظيم لا أدري ما الذي يريده مولانا بنا إذ نخرج على الإعلام في هذه الأوقات، أرجو أن يكون خيرا. يعني نحن كمسلمين لا نفك عليهم ولا حتى نشكو للأمم المتحدة أو للمحاكم الدولية. وفي قد الآن يقول لي واحد يسمع فيه الآن، شيخ تبي مشكو للمحاكم الكفر ومحاكم الكذا والكذا، نقول لبلادك اللي تقول عليها البلاد اللي تتبع فيها وتقول هاي تحكم بالإسلام هي التي تشكو إلى الأمم المتحدة وإلى المحاكم فيما يتعلق بترابها. مش محد الآن يتكلم يقول والله الشيخ تكلم ويبي يمشكو حتى للكفار. جيب لي دولة ما تشكيش للكفار هي حتى في سلمها على خاطر أرض أو لا نزاع والله بيرفض والله كده، هذه أرواح تمزق وتقتل وأشلاء. وما الذي جعلنا نشتكي إلى غيرنا؟ من ضعف قوتنا، من ضعفنا، وربنا أعطانا كل أسباب القوة. وعندما بكي تكلمت على أمريكا وديم الكتاب والسنة مع أمريكا في زعم هؤلاء، الكتاب والسنة في زعم هؤلاء، لا الكتاب الصحيح، الكتاب والسنة في السجون مع أصحابه، الملك فيصل مرة في حول كلام كثير، هو على كل حال لما قاطع الأمريكان بالبترول قتلوا ومنها استادبوا هم خلاص إذا وقفت ضد أمريكا جاءك القتل ونزع منك الملك، والملك بيد الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة والله أمور نتحدث عنها بمرارة ولم يبقى يا إخوانا من حلقة إلا دقائق أو دقيقة لا أدري. فأنا أقول التجوا إلى الله، التجوا إلى المولى سبحانه وتعالى واستغيثوا به دعاء المضطر. واسألوه تعالى الذي أجاب دعاء أيوب ورد إليه وشفاه، وأجاب يعقوب ورد إليه عينيه، وأجاب أم موسى عليه السلام، وأجاب الأنبياء، وأجاب محمد صلى الله
اللهم أنجز لي ما وعدتني. الذي استجاب الأنبياء والصالحين أن يستجيب لإخواننا وأن يكشف الهم والغم عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب. بل ليس لنا إلا أن نذكر بالعقيدة وأن نسأل الله الدعاء، ولعلنا في حلقات قادمة نذكر إخواننا بمواطن الدعاء التي يجب أن تلتمس في هذه الأيام حتى يستجيب إلينا ربنا، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم، ونسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين ويفرج كرب المسلمين وأن يكبت عدوهم. أعزائنا المشاهدين، نشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة لهذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي، إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار. يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.